معاقبة ومتابعة ومحاكمة المفسدين من السياسيين والتنفيذيين وأصحاب المال والأعمال، منهم من قضى نحبه بالسجن ومنهم من ينتظر القائمة طويلة. ونتمنى أن هذه النقطة بالذات تدرك كأحد أولويات الرئيس تبون في إطار ما يسمى بحملة مواصلة مكافحة الفساد. قبل أن نفصل في هذه النقاط، باعتبار أننا تحدثنا عن معطى التأطير السياسي المتمثل في أحزاب معارضة قبلت مبدئيا اليد الممدودة للحوار، هناك طرف مؤثر في المعادلة هو شارع الحراك الجزائريين الذين ربما ليسوا مؤطرين سياسيا لكن عندهم كلمة قوية في سياق هذه المعادلة. سيو غرطة باعتبارك واحد من الناشطين جمعويا والذين يقتربون يوميا من فئة مهمة من المجتمع، تنزل كل جمعة إلى الشارع، أحيانا كل ثلاثاء أيضا، خصوصا فئة الطلبة. وشو مفهومك للحوار في هذه المعادلة؟ شكرا سيدي. أولا أشكر الشعب الجزائري الذي سهر على حل الأزمة السياسية في الجزائر، ولاحترامهم للدستور. وأهنئ السيد فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، على ما يحبش كلمة فخامة هذه، أتونسيون، معليش، انتخابه كرئيس من الشعب الجزائري. وكما أشكر الحركة الشعبي الذي خرج الجزائر من أدوات العصابة، الذي خرج بقوة يوم 22 فبراير. كما تعلمون الشعب الجزائري الذي أهانته أو أهانه مجموعة من النظام منذ 20 سنة، الشعب الجزائري لقد عاش في دمار وخراب وإلى آخره منذ 20 سنة. تكلمنا بالعودة إلى اليوم، بالعودة إلى الحراك الجزائري اليوم اللي أعاد قلب الطاولة على العصابة كما قلت. اليوم وش مفهومه للحوار، أو على الأقل الفئة اللي تعرفك أنت، اللي تقترب منها يومين، اللي شاركت معها في كثير من الجمعات واللي تواصل معها يومين، وش مفهومها للحوار؟ كيف استقبلت اليد الممدودة للحوار من طرف الرئيس المنتخب؟ رئيس المنتخب على كل حال نشكره جزيل الشكر. هو أولا رئيس المنتخب أشكره على اليد الممدودة للحوار، يعني كل الجزائريين على المستوى الوطني وفي المهجر يكون ما يكونش الحوار في الجزائر ما نقدروش نخرجوا من الأزمة اللي رانا فيها. اليوم الشعب الجزائري على خرج، خرج لأن فيه ظلمات، فيه خرقات، فيه إلى آخره. الرئيس هذا الحمد لله اليوم نحمد ربي ونشكره السي عبد المجيد تبون رئيس الجزائريين والجزائريات. أولا عندنا رئيس يهضر، عندنا رئيس يتكلم، عندنا رئيس يقدر يتفاوض معنا، عندنا رئيس يقدر يشرفنا في المحافل الدولية. احنا عندنا 12 سنة ما عندناش رئيس، الجزائر 12 سنة ما عندهاش رئيس، فيه مجموعة استولت على الجزائر أصحاب المال اللي عندهم المال لأغراضهم الشخصية. والسيد عبد المجيد تبون كما تعلمون كان وزير وكان والي، كان إطار في الدولة الجزائرية. والسيد هذا الحمد لله رجل عنده قلبه متفتح، وين جا باش يبني الجزائر. والسيد هذا كان مسكين ظلموه العصابة، كان وزير أول 3 شهور من بعد ولا نحوه، لأن السيد هذا جاي متفتح من قلبه جا باش يخدم. لكن مسألة الثقة سي غرطة هذه هي الحلقة الغايبة في السلسلة اللي رانا نتحدثوا عليها، قضية التواصل ما بين الشعب والسلطة حتى وإن كانت في صيغة الرئيس المنتخب. كيفاش تحقق هذا الثقة باش يكون الحوار؟ هل توجد ثقة أصلا ما بين فئة كبيرة من الحراك الجزائري والرئيس المنتخب؟ شوف، أولا الشعب الجزائري، الشعب اللي راهو في الحراك، نعم راه مستعد للحوار مع هذا الرئيس عبد المجيد تبون، لأن راه من الطبقة الفقيرة كما احنا، راه الشعب كما راه المواطن كما احنا السيد هذا. ولكن الشعب كاين حاجة واحدة، قال لك حنا ما نتفاوضوش مع العصابة اللي كانت 20 سنة مع هؤلاء، نتفاوضوا مع الشعب والطبقة الفقيرة اللي كانت تعاني
ولإخراج الجزائر من هذه الأزمة. لأن الجزائر احنا ما نكذبوش على رواحنا، احنا من 9 شهور لليوم احنا الجزائر دخلت في الحيط، ولكن الحمد لله الجزائريين على المستوى الوطني واللي كانوا في المهجر اليوم 12 ديسمبر الجزائر دخلت في التاريخ، لأن الجزائر أصبحت مستهدفة. قبل ما نصل لهذه النقطة، كاين نقطة تحدثت عليها سي غرطة واستوقفتني وناقشها معك دكتور بلهادي، مسألة التفاوض. هناك من يسميه تفاوض، هناك من يقول حوار، هناك من يقول جلوس على طاولة لتبادل الرؤى، كل واحد كيفاش يسميها. ما هي الصيغة القانونية الأقرب للحديث عن تعاطي شأن داخلي مع شأن داخلي؟ السلطة في صفة الرئيس المنتخب مع فئة من الحراك أو مع الحراك أو من يمثلون الحراك، نحن ندخل في معادلة غير مفهومة أو غير واضحة المعالم دكتور بلهادي. شكرا. الصندوق يوم 12 ديسمبر فصل بما لا يدع مجالا للشك أن الشعب الجزائري في وعي سياسي مهم جدا، خاصة والظروف الاستثنائية اللي مرت بها الجزائر من 22 فبري إلى اليوم، وما يسمى بمرحلة انتقالية في إطار الدستور بين رافض ومؤيد لها من حيث المبدأ. الآن وصلنا إلى أنه لا بد على الجزائريين أن يلتفوا ويتوافقوا ويتنازلوا لمصلحة استقرار الجزائر. من تقصد بالتنازل والتوافق؟ كل السلطة الآن نعطيك مثال بسيط. الحراك على نوعين. الحراك على نوعين، فيه الحراك الشعبي المبارك الأصيل الذي تدفق يوم 22 فبري إلى غاية التتويج بجولات الحوار الوطني ثم إنشاء وإحداث الهيئة السلطة المستقلة للانتخابات وصولا إلى انتظام الانتخابات الرئاسية، وأصبح للجزائر الآن عندها رئيس نواجهه ونقابله وهو يواجه الخارج ونقابله به الخارج. إذن نقطة ونرجع للسطر. الآن ننظر فيما هو ينفع الناس، ينفع البلاد والعباد. أنا قلت باللي الآن الطبقة السياسية تفاعلت إيجابا مع خطاب السيد تبون. اثنين، أن القوى المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني وحتى فواعل الحراك. الآن الحراك ما تبقى من الحراك لو ننظر إليهم من الأعلى تحسبهم جميعا، ننزل إلى وسطهم وندخل في وسطهم قلوبهم شتى، وهذا للأسف الشديد. الآن الحراك يرفض بعضه، ما قدرناش في 9 شهور ندير ممثل عدنا أو نتوافق ونتنازل لمصلحة الجزائر حول شخصية أو مجموعة شخصيات، للأسف الشديد. وما يقدروش، لماذا؟ لأن هذا داخل في التداعيات تاع أنها تمثلت فينا واحد الحكمة شهيرة، يقول لك إذا أردت أن تهلك أمة فعليك بالأسرة والمدرسة والقدوة، واجعل في كل فرد زعيم. أصبح فينا كل واحد زعيم، وبالتالي لا يقبل الآخر أن يكون زعيما عليه. الآن الحمد لله وفقنا ربي لهذا اليوم، عندنا رئيس مهما كان سي عبد المجيد تبون إنسان ضارع بالسلطة وخبير أمور وكواليس ودوالي بالسلطة وقادر على إدارة هذه المرحلة كونه رجل المرحلة. إذا اتفقنا دكتور بلهادي، إذن الآن نعم. إذن الآن لم يبقى علينا كنخب سياسية، كمؤسسات مجتمع مدني، كمؤسسات إعلام، كجزائريين كلنا على بعضنا في حد كبير منا نحاول كيفاش نرافق هذا الرجل حتى يمكنه أن يجسد ما وعد به في حدود 54 نقطة اللي التزم بها أمام الشعب. أنه الجميع مع الحوار، إذا اتفقنا جدلا أنه الجميع مع الحوار، وإذا عرفنا مبدئين أنه في الطرف المقابل يوجد رئيس منتخب اسمه عبد المجيد تبون، سي غرطة في الطرف الآخر شكون اللي يقعد في الطاولة؟ من يمثل طرف الحوار؟ شكون اللي من حقه أو من يعتقد أنه يمثل هذا الطرف الذي من شأنه أن يحاور اليد الممدودة للرئيس المنتخب؟ شكرا. طاولة الحوار يقضى عليها الشباب على المستوى الوطني، لأن الحراك يقوده شباب على المستوى الوطني. دوك مسألة القيادة اللي مازلنا دائما ندوروا في حلقة مفرغة، من يقود من؟ الشباب. قلت لك أنا كي نقول لك الشباب شباب، لأن الوحيد اللي راه يعاني اليوم في المستوى الوطني هو الشباب الجزائري والشباب في المهجر. لما نشوفوا مثلا في المهجر 99% راهم شباب، كفاءات إطارات إلى آخره. كي نشوف أنت واحد في الجزائر مثلا، احنا عندنا 44 ألف طبيب الجامعة الجزائرية كنتهم إلى آخره وخرجوا للمهجر. إخواني اللي راهم اليوم في المهجر، غلق كل الفضاءات للشباب الجزائري. الشباب الجزائري ما عنده حتى باب راه محلول عليه. لما أنا كشاب جزائري نشوف واحد متخرج بالدكتوراه ولا من معهد
كيروح يحط السيفي نتاعو ما لقاش وين يخدم. اخويا اسمح لي، لازم الشباب هذا، انت في الجزائر كي تصيب شاب 40 سنه ما عندوش لا خدمه، ما عنده لا كارت شفاء، ما عنده لا توجيه الى اخره. دخلنا المطالب الاجتماعيه مش المطالب في مطالب اجتماعيه اكيد، لان اليوم لكن الشباب. لكن انا الان في مساله عاجله تتعلق بحوار سياسي، شكون اللي من 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 حقه ولا شكون اللي قادر باش يقول انا امثل هذا الجهه الاخرى من طاوله الحوار واجلس مع السلطه لبدايه عمليه الحوار؟ الوحيد اللي يقدر يتفاوض مع السيد عبد المجيد تبون هو الشباب الجزائري، لان فيه احزاب سياسيه، فيه جمعيات، فيه اخرون يحاولوا يستغلوها على هذا، حبوا يركبوا الموجه. هذو كلهم معروفين 20 سنه وهم يمشوا مع النظام. هذو احنا ما نحبوش يرجعوا خلاص. احنا الشباب شوف احنا 77% هذه مساله، هذو تبقى تجور تبقى دائما مساله مفتوحه. لو كان نحدوا شكون هذو حتى نحسم شكون هذا الشعب الجزائري قاعد يعرفهم، في احزاب سياسيه، في احزاب في المعارضه، في احزاب في الدوله، في جمعيات، فيه منظمات. لا يحق لهم، لا يحق لهم، لا يحق لهم يمشوا، نقصيهم من طاوله الحوار، ما عندهمش الحق يمشوا في الحوار. من يقول، من يحدد هذه الجهات التي يمكن اقصائها من عمليه الحوار؟ شوف شكون اللي يقول هذا ما يقعدش معنا وهذا يقعد معنا؟ شوف الرئيس المنتخب السيد عبد المجيد تبون راه حل باب الحوار. احنا عندنا 48 ولاية على المستوى الوطني، وعندنا الجزائريين راهم في المهجر. الشارع اليوم عندنا ثلاثة طلبة وعندنا الشباب والجمعة، كل الجزائريين والجزائريات يخرجوا. هنا تلقى 77 ولا 80% من الطبقة المتوسطة. واحد اللي راه احبيبي عنده الملاير، عنده الاخر، عنده النفوذ، عنده، ما يخرجلكش للشارع. يعني هذا، يعني هذا الحراك حراك فقراء وطبقه متوسطه. أنا الناس اللي لاباس بهم مش معنيين بالحوار. كانت الناس، لا لا، كانت الناس حبوا، كانت الناس مازال من حتى الناس هذو اللي راهم في الحبس، ادوات العصابه اللي راهم في السجن، مازال عندهم الاخر راهم يسيروا في الحراك. مثلا نقول لك هنا في الحراك في الجزائر ولا على المستوى الوطني، شوف تريح قبل ما يبدا الحراك، تريح في الجي سونتر مثلا قبل ما يبدا ب 20 دقيقه، واحد ينزل من العماره هذه، واحد ينزل من العماره هذه، واحد ينزل من العماره هذه افيك دي بوندرول، لو ديرني بوندرول في 20 مليون. الشباب الجزائري ضعيف ما يقدرش يخرج بالبوندرول هذا. فيه الناس اللي حبت تستولى على هذا الحراك، باسكو راهم عندهم دي تيليكوموند، كانوا الناس خالصين على هذا الحراك ومعروفين. حبوا، شوف الجزائر اصبحت مستهدفه من الخارج من الداخل. احنا رانا جزائريين، وهذو الناس مش من مصلحتهم يجلسوا على طاوله الحوار. المصلحه لهم ما حبوش الحوار، حبوا يكسروا الجزائر. مثلا نرجعوا للرئيس المنتخب سي عبد المجيد تبون. سي عبد المجيد تبون علاش فاز في الانتخابات؟ انا نعطيك علاش فاز في الانتخابات. عبد المجيد تبون كان وزير السكن. احنا من قبل 20 ولا 30 سنه كي تحط لا دوموند باش تحط سكن لازم تحلم باش يجيك سكن. ولكن اليوم سكي جاء عبد المجيد تبون، المليون وحده السكنيه اللي كانت في الجزائر. ولكن هناك من يقول انه عبد المجيد تبون انذا كان يخدم في منظومه داخل الحكومه، والحكومه هذه كان يشرف عليها رئيس جمهوريه اللي هو عبد العزيز بوتفليقه. هناك من يقول انه هذه السكنات كانت في مشاريع فخامه الرئيس انذاك. ولكن عبد المجيد تبون تغلب سيتي قراش عبد المجيد تبون اليوم لا ديال اليوم، وكي نشوفوا قطب سيدي عبد الله شكون اللي خدمه؟ ماشي عبد المجيد تبون، المسجد الكبير الاعظم سيتون فيارتي بور نو، حنا رانا مسلمين كي يكون عندنا مسجد كيما هذا. فرنسا لحد الان وكانوا الناس هنا ما حبوش المسجد هذا يتحل. طيب دكتور بلهادي، نعم، بالعوده الى المشهد السياسي المركب اللي قلت انه مؤخرا حتى احزاب محزوبه على المعارضه ابدت في تصريحاتها وفي بياناتها انه عندها قبول للجلوس على طاوله الحوار ولو بشروط. وش تغير في اصوات هذه المعارضه بين صندوق؟ ممكن جدا حبوا يركبوا الموجه. علاش؟ حتى المواطن يفهمنا ونكونوا واضحين. انا نظن باللي الاحزاب السياسيه
التي تشكل منها النظام السياسي الذي عمر لأكثر من 50 سنة، رانا في 57 سنة بعد الاستقلال. معالم الجمهورية الأولى بعد الاستقلال انتهت، الآن يجب أن نفكر في إعلان جمهورية جديدة إن صح التعبير، وكما يطمح إلى ذلك الحراك الشعبي المبارك كل شعب الجزائري. هذه الأحزاب كلها قاطعت الانتخابات، وكانت في جزء كبير منها رافضة للمسار استكمال المسار الانتخابي. اليوم وبعد نجاح هذه الانتخابات وتتويجها بانتصار بفوز السيد عبد المجيد تبون، ومن أول خطاب عاودة تراجعت أمورها، وهذا شيء إيجابي وحنا نثمنوه على كل حال. لأن في النهاية الجزائر هذه تسع الجميع، كلنا أولاد الجزائر، جميع واحد عنده بطاقة تعريف خضراء يسالف هذه البلاد، والجزائر ما مكتوبة باسم حتى واحد، فقط اللي عنده عقد ملكية يوريه لنا ومرحبا به الله يسمح. إذا طالما أن الأمر يعنينا كلنا فإحنا معنيين بإيجاد مخرج ليضمن الحد الأدنى من الاستقرار واستمرار الدولة الجزائرية التي بنيت على وثيقة مبادئ بيان أول نوفمبر، وعلى مرجعية يعني فصلت في مسألة الهوية، شعب الجزائري مسلم وإلى العروبة ينتسب بما لا يدع مجالا لا للطعن ولا للشك. وبالتالي هنا الآن نفكر فيما ينتظرنا أن هذه الأحزاب وغيرها كلنا نرحب بالحوار وندفع إليه وإلى إنجاحه. الآن من يقابل عبد المجيد تبون؟ نعم. في الحوار. نعم. في الضفة الأخرى. نعم. لو نتكلم عمليا، ويسمح لي أخويا أي غرطة والمشاهد، عمليا غير ممكن 40 مليون نسمة داخل الوطن وخارج الوطن يقدر يستقبلهم عبد المجيد تبون أو يتحاور معهم أو من يفوضه الرئيس المنتخب تبون. إذن الآن يجب أن يؤطر نفسه هذا الحراك وهذا الشباب وهذه الفئات المجتمعية اللي راهي تشكل قوة كبيرة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في حاضرها وفي مستقبلها، عبر آليات الأحزاب السياسية، عبر جمعيات وطنية ومحلية، يخلقوا أحزاب سياسية واحدة أخرى مع أنا ما نقولكش الاستبعاد الكلي للأحزاب التي مارست السلطة وهي موجودة الآن في السلطة. نعطيك مثال بسيط، لو أن عبد المجيد تبون الآن يمشي إلى إجراء تعديل أو تعيين حكومة جديدة، أول معوق ومانع دستوري يحول دون حريته الكاملة والمطلقة في أن يعين حكومة هو القيد الدستوري المتعلق به أنه وجب يستوجب عليه أن يستشير الأغلبية البرلمانية، والأغلبية البرلمانية بين السابق والحاضر هي مؤلفة ومشكلة من أحزاب التحالف الرئاسي اللي كانت تدافع على وتطبق وتسهر على تجسيد برنامج الرئيس المستقيم، فلان أراندي تاج أمبيا وبعض الأحزاب الأخرى اللي عندها كتل برلمانية وتدور في فلك حزب الرئيس. إذن الآن الأفلان إلى غاية اللحظة الرئيس نتاعه الفعلي هو الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، الأرندي لحد اللحظة الأمين العام فهو بالنيابة لأن الأمين العام راه في السجن. يعني كل سامحني فقط إذا كان سمحت لي، الآن احنا رانا أمام تحديات أقولها وأنا أعي ما أقول، أننا أمام تحديات كبرى، ربي يجيب الخير للبلاد والعباد، يجب أن نكون في مستوى كبير من الوعي، وإذا حضرنا نحضر محضر تاع خير. أنا الآن لا أنظر إلى بلهادي وجبهة الحكم الراشد وكيف ومتى سأكون أو لا أكون، لا، أنا أنظر إلى الجزائر، هل ستكون الجزائر أم لا كما أرادها الشهداء وكما حلموا بها المجاهدين، وكلنا رانا في ساقية واحدة. إذن الآن يجب أن ندفع إلى التهدئة، إلى طمأنة النفوس، أنه الآن للجزائر صار لديها رئيس، على الأقل يقدر هذا الرئيس يتكلم، يقدر يتواصل، يقدر يخاطب عمليا الشعب هذا، الشباب هذا يتهيكل ويتأطر في جمعيات. نعم. الأحزاب ماكش مقتنع مثلا بهذه الأحزاب. نعم. أحدث حزب جديد. نعم. فقط أن لا نتفق على ما يضر الجزائر. قبل أن أعطيك الكلمة سي عدنان يغرطة، خلينا نقف عند فاصل قصير ونعود بعده للنقاش، ابقوا معنا. متواصلون معكم مشاهدينا الكرام من الشروقية الإخبارية وعلى المباشر في الجزائر هذا المساء، نتحدث في نقاش اليوم عن حراك الطاولات إن صح التعبير كبديل لحراك الشارع، معي دكتور عيسى بلهادي والسيد عدنان يغرطة. توقفت معك يغرطة حول مسألة مهمة كنا تناقشه تحت الهواء، على مسألة مهمة، عبد المجيد تبون الرئيس المنتخب الذي سيرسم يوم الخميس القادم أكيد أنه سيفتح يده للجزائريين جميعا كما قال، لكن هناك
بعض الولايات في الوطن لم تصوت أصلا لا لعبد المجيد تبون ولا لغير عبد المجيد تبون. كيف ستمتد رئيس أو يد الرئيس المنتخب لجميع الجزائريين دون إقصاء؟ شكرا. أولا الانتخابات حق دستوري. في الجزائر زميلي المحترم لا توجد الأقلية. واحد ما هدر على الأقلية. لا توجد. راني نهضر ونتحمل المسؤولية تاعي. لا توجد الأقلية. جيد. بالنسبة للناس اللي ما صوتوش، المهم حافظوا على سلامة المنطقة. لما نشوف الحراك الشعبي على المستوى الوطني أو في منطقة القبائل التي أتمنى أنتمي إليها، شوف الحراك الشعبي في الجمعة ولا الثلاثاء يخرجوا يقول لك سلمية سلمية، ويندوا بالمؤسسة الوحيدة المؤسسة الوطنية العسكرية الجيش الوطني الشعبي. يندوا بها ولا لا يندوا بها على كل مستوى الوطني. ورانا نسمع ما كاش واحد اللي ما يقولش جيش الشعب خوا خوا. ما يندوش بها، ما يندوش بها يعني يعني ينادوا باسمها. ينادوا بها. نعم. ينادوا بها يقول لك جيش خوا خوا. نعم. على المستوى الوطني. احنا نشكر المؤسسة العسكرية التي سهرت ليلا ونهارا واسلك الامن الوطني لحماية الجزائر. لان كما قلت لك الجزائر مستهدفة حبينا ولا كرهنا. كانوا الناس في الخارج ومتعاملين مع هذو اللي كانوا في الخارج ما حبوش الاستقرار تاع الجزائر. اليوم في الجزائر ما بقاتش قضية قبيلي ولا عربي ولا شاوي ولا مزابي. احنا عندنا مرميطة واحدة معروفة واسمها الجزائر. جزائر المليون ونصف المليون شهيد. احنا مهما كانت ظروف، مهما كانت ظروف الجزائري من تزيرو لاخر يقول لك تحيا الجزائر. لكن سي غرطة خلينا نكون صراحة مع بعضنا. الشيء اللي راهو يروج مؤخرا انه اكثر الاصوات المعارضة والرافضة لهذا المسعى الانتخابي وحتى لمنطلق او معطى الرئيس المنتخب تجيب من منطقة القبائل خصوصا. هل هذا معطى صحيح؟ هل هذا معطى مردود عليه؟ هل منطقة القبائل، ولو انه حتى الحديث عن هذا التصنيف موجع يعني عندما نتحدث عن منطقة على حساب اخرى، مستعدة لفتح او للجلوس على طاولة الحوار؟ اتحدث خصوصا على الاصوات المعارضة ولا اتحدث عن المنطقة جغرافيا، لانه هذا معطى لا احبذ الحديث عنه ولا من الاخلاق اصلا ان نتحدث عنه. والله منطقة القبائل كل الناس تعرفها، كل جزائريين اللي عايشين هنا في الجزائر وفي المهجر والعالم. المنطقة تاع القبائل كان فيه مجموعة من العصابة اللي راهم في النظام استولوا عليها، وكاينين الناس في المنطقة القبائل راهم مسؤولين، والناس كلهم تعرفهم، راهم في البرلمان، راهم في الأحزاب السياسية. احنا منطقة القبائل راهي تعاني، منطقة القبائل السفرات، منطقة القبائل المثورة، ما كاش من كل الجزائريين على المستوى الوطني ما تشفيها. حنا شوف الوقت الثورة كانوا الناس شهدوا فيها على المستوى الوطني، والهر الناس ما عندهم حتى مقبر. ولكن اليوم كي تسمع في المسؤولين، بعض المسؤولين في التلفازة يقول لك لي زواف. حنا ماناش لي زواف، حنا رانا جزائريين كما كل جزائريين. ماشي اللي يحب يسرج صباطو يجي يقول لك يتكلم باسم المنطقة. المنطقة عندها محبين تاعها اللي يحبوا الجزائر، عندها تاريخ عريق، وكل على المستوى الوطني الناس كاع تعرف هذه المنطقة كيفاش التصور نتاعها. وسي عبد المجيد تبون الحمد لله حصلوا شرف، كان ولي في ولاية تيزي وزو، يعرف المنطقة، يعرف ناسها ويعرف أعينها، على بالوش كان فيها. لما الرئيس عبد المجيد تبون قال لك بلي أنا راني متشوق باش نزور هذه المنطقة، باسكو على بالو واش كاين فيها. سي بالمهد بالهادي وحنا نعم، وحنا الحمد لله شوف الناس في المنطقه محبين الى اخره، حنا مستعدين للحوار. حنا المنطقه هذه تمثل كل الجزائر. سي بالهادي حتى هذا المعطى نادرا ما اتحدث عنه عندما نقول منطقه او اخواننا في القبائل، لانه في النهايه هذا التصنيف تصنيف غير معترف به، وتصنيف يوجع اكثر من انه يخلينا نتحدث بأريحية في نقاشاتنا. وأنا أصلا لا أريد فتح مثل هذه النقاشات، لكن مدام
تحدثنا على هذا المعطى، من المتسبب، من وراء هذه التصنيفات اللي خلتنا اليوم في منابر إعلامية نجبدها ونتحدث عليها ونكون مجبرين على طرحها؟ من مصلحته الترويج أو إنعاش هذه النقاشات المتعلقة بمناطق الجزائر وبالهوية وبالجهات الرافضة لجهات معينة من منطلق هوياتي أو إثمي؟ هذه أنا نمثلها بالسوسة اللي غرستها فرنسا وخلتها، وهذه السوسة في بعض المناطق كبرت وانتشرت للأسف الشديد في جسم الجزائر وحتى في جسم المغرب العربي والوطن العربي. لأنه علاش؟ أنا نظن بلي الآن الحديث عن أبناء الجنوب وأبناء القبائل وأبناء الشاوية وأبناء الأوراس وأبناء هذا كله كلام كما نقولوا يفضي في النهاية إلى ترسيخ ما يسمى بالتقسيم والانفصال في المستقبل لا قدر الله. الآن يجب أن تسحب مثل هكذا مصطلحات ومفاهيم. إذا تكلمنا عن الجزائر بولاياتها 48 اللي قابلة للتوسعة والزيادة، ببلدياتها 1541 بأكثر من 41 مليون نسمة، إذن الآن نعطيك مثال بسيط، هل فيه عائلة جزائرية الآن لا تربطها علاقة دم أو علاقة صلة رحم أو علاقة نسب مع إخواننا في بجاية أو في تيزي وزو أو في بومرداس أو في البويرة أو في العاصمة أو في شرق وغرب الجزائر؟ نتحدى من يقول العكس. الآن الدم تخلط وأصبح رحم الجزائر واحد. لكن بعيدا عن هذه المعطى، عندنا خارطة سياسية جديدة اليوم هذا تتعلق أمر دبر بليل سيدي كريم، بجهة انتخبت وجهة لم تنتخب. هذا أمر دبر بليل. أحرار القبائل وشرفائهم والمخلصين والوطنيين والغيورين والناس المتدينين والله لا يسيدون العربية والدين وحب الجزائر بلك أكثر من كثير من الجزائر الأخرى. ولكن للأسف الشديد فيه عصابات، فيه ناس مواطنين. أنا معليش أنا أنتخب وأنت لا تنتخب، أنت ترى في هذا الحل وأنا أرى في هذا المسلك حل آخر. أنا أحترم رأيك وأنت يجب عليك أن تحترم رأيك، لا تتعسف في استعمال هذا الحق. هناك كثير من الناس الذين مارسوا سلطة المنع واعتراض سبيل الناس، وشفناهم في خارج الوطن وأمام القنصلية والسفارات ومراكز التصويت، وشفناهم في كثير من المناطق. وين يروحوا؟ يروحوا للحرق ويروحوا للعنف للأسف الشديد، وحتى العنف اللفظي. وأكبر دليل ما رأيناه وشاهدناه في مواقع التواصل الاجتماعي في الفضاء الأزرق. هذا إلى ما يفضي؟ يفضي أولا إلى زراعة بذور الفتنة بين أبناء الجزائر، ويعطي الفرصة للمتربصين والحاقدين بوحدة الشعب الجزائري ووحدة تراب الشعب الجزائري باش يتدخلوا وتكون عدم. لو ما كانش عندنا رئيس يوم 12 ديسمبر نقولها وأنا مسؤول على كلامي والمواطن يسمعوني من شرق الجزائر إلى غربها، لو ما رحناش وما كانش عندنا يوم 12 ديسمبر رئيس للجمهورية الجزائرية الديمقراطية نكون بذلك قد ولجنا ودخلنا عتبة بوابة مفتوحة على مصراعيها أمام مستقبل مجهول، ونكون فرصة سائغة يعني وش يسموه طعم سائغ لكل المتربصين. الآن نعطيك ونختم بهذه اللي كان سمعت لي. الآن أنا نحيي نثمن المجهودات الجبارة اللي قامت بها قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي وعلى أصال المجاهد الفريق سليل جيش التحرير الوطني، ونحيي أيضا كل الوطنيين المخلصين الغيورين بإعلاميين بسياسيين بمجتمعهم المدني بأساتذة بطلب بشباب الذين رافقوا هذه العملية، لأنه فيه التزام في النهاية مع رسالة شهداء الجزائر. وبالتالي إذا أردنا أن نضع كما نقوله خطا فاصلا مع تلك المرحلة نمشي إلى الحوار، إلى مراجعة الدستور مراجعة عميقة تضمن التوازنات الكبرى، تحدد طبيعة النظام السياسي، نوع هذا النظام السياسي، نخرج من نظام سياسي رئاسي أو رئاسوي بالوصف أو شمولي بالوصف إلى نظام شبه رئاسي أو على الأقل برلماني يضمن سيرورة وتحقيق ما يسمى بالانتقال الديمقراطي ونقل السلطة من جيل الثورة إلى جيل الاستقلال. قبل الوصول إلى مسألة تكريس الانتقال الديمقراطي أو إعطاء وجه واضح للنظام المستقبلي للبلاد، رانا عايشين مرحلة أو واقع فيه رهانات سياسية. جهات السلطة أو الرئيس المنتخب يطرح فرضية الحوار، وجهة متشعبة في الشارع الجزائري سواء مؤطرة سياسيا أو غير مؤطرة سياسيا أيضا معنية بهذا الحوار.
سي غرطة، الناس اللي تلاقى بهم خصوصا الشباب يوميا المتعصبين لفكرة اللا حوار، وش هي الحجج نتاعهم اللي تخليهم يرفضوا الحوار، يرفضوا الجلوس على طاولة الحوار، يرفضوا تمثيل بعضهم البعض في هذا الحوار؟ أولا الأغلبية التي رفضت الحوار، كما تعرفون الجزائر عشت المشهد في الحراك إلى آخره، واش راهم يطلبوا هما؟ وحنا رانا أنا شخصيا كممثل الشباب على المستوى الوطني راح نوجد ندوة وطنية على المستوى الوطني ونحضروا فيه الشبابات اللي عندهم الكفاءات، متخرجين المعاهد، المجتمع المدني يحضروا، حتى المرأة الجزائرية تحضر بقوة. واش راهم حنا واش نطلبوا في هذه الندوة؟ نعم. بعد نوليك الناس اللي يحبوا يرموا. حنا أولا نطلبوا إطلاق سراح المعتقلين تاع الحوار. لا للعصابة، هذوك تاع العصابة امبوسيبل. هذو تاع الحوار مثل كريم طابوك، مثل بومالا، مثل الناس هذوك لي زوتيديون هذوك على المستوى الوطني. مجاهد الأخضر بورقعة. الأخضر بورقعة. أنا الأخضر بورقعة اسمح لي يعني أنا كي قلت الأخضر بورقعة راني نتألم. فرنسا ما داتوش الحبس ولكن يعني راه رمز من رموز الثورة الجزائرية. هكذا أستاذ. أكيد. أوكي. بالنسبة للدوزيام بوا، حنا باسكو أنا قلت لك في الأول الحراك فيه الطبقة الضعيفة اللي راه فيه، مثلا أن ترفع الأجور الوظيفة العمومي والخاص. هذا مطلب اجتماعي. هذا هذا راه يقدر يكون بعد نطلبوا من السيد الرئيس. نعم. نطلبوا من السيد الرئيس. وكان أيضا ثاني مطلب هام وهام جدا اللي خلقته العصابة في الجزائر. بلونساج. الشباب على المستوى الوطني استفدوا بلونساج حتى مشكل، خلقوا المؤسسات الصغيره والكبيره. لما هذا الشاب كيخلق مؤسسه يروح للاداره يصيب البيروقراطيه ويقول يحطلو فرد سيرفيس تاعو ويلقى العصابه دات المشاريع هذه. حنا ماذا بينا نطلبوا من السيد فخامه رئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون مسح الديون للشباب، يمسحهم والتحسين معيشة المواطن الجزائري، لأن اليوم الطبقة الصغرى في الجزائر واحد أنت كي تخدم في لافونكسيون بيبليك زوج ملايين ولا ثلاثة ما عندك ما تدير بهم، تخلص تريسيتي، تخلص الكرة، تخلص هذا إلى آخره. هكذا أستاذ. احنا سيتادير المطالب هذه راهي موجودة كلها في الحراك. بصح لو كان نحطوا على طاولة الحوار هذه المطالب كلها كمطالب متشعبة، واحد يقول لك زيادة أجور، واحد يقول لك وضعية اجتماعية، واحد يقول لك لونساج، واحد يقول لك عمل، راح نتشعبوا والمطلب الأساسي الأصلي هو مطلب. أنا اليوم صباح مجموعة من هو معطى سياسي. أنا اليوم صباح مجموعة الحوار التشعبات نتاعو سياسية أكثر منها اجتماعية. لا لا، أنا اليوم صباح مجموعة من الطلبة هنا في الجزائر العاصمة طرحوا لي سؤال، قال لي سي غرطة احنا رانا نتبعوا البروسي اللي راه في عبان رمضان هذو العصابه. جو بروفيت في هذا الظرف نشكر العداله الجزائريه. نعم. نشكر العداله الجزائريه اللي قامت بالواجب نتاعها، ونشكر المؤسسه العسكريه اللي جابت لنا هؤلاء الناس اللي اختطفوا كل الاموال الجزائريين. نعم. قال لي واحد، اسمح لي برك. تفضل. انا قال لي واحد سي غرطه كي نسمع وزير اول يصرح يقول لك انا عطاولي 300 مليار كادو، واحد يصرع 81 مليار، واحد 35 ألف مليار، واحد 77 ألف مليار. يا أخي يعني هذه مطالب، اسمح لي يعني. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة. قد نعود في جلسات أخرى معك سي غرطة للحديث أكثر عن خصوص الشق الاجتماعي متعلق بفئة الشباب. يعطيك الصحة سي عدنان يغرطة الناشط الجمعي على حضورك معنا اليوم. شكرا جزيلا دكتور عيسى بلهادي أستاذ القانون الدستوري على حضورك معنا اليوم. كان هذا نقاش الجزائر هذا المساء لنهار اليوم. السلام عليكم.